والله 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 سنحرر فلسطين، والله والله سنسجد ركعات شكر لله ونهتف في المسجد الأقصى إن شاء الله. أنتم إيران، نحن الأقوياء، نحن وجود، أنتم دولة احتلال ظالمة فاسقة، لا يوجد في قلوبكم أي ذرة للرحمة، تقتلون الأطفال والنساء وكانوا يحملون صوت، أنتم كاذبون، أنتم ليس في قلبكم ذرة واحدة من الرحمة. ركعات شكر لله ونهتف في المسجد الأقصى إن شاء الله سنحرر فلسطين، سنطردكم. عرب کا اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے، بیت المقدس ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، فلسطین سے ہمارا تعلق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تعلق ہے. التي تطرأ وطرأت على ارض ميدان المعركة في فلسطين وفي خارجها. جموع الكفر قد اجتمعت، هيك هزمنا لن تهزمنا.